اختياركم لراديو أصوات ومرحبا بكم معنا في حصة ولقاء جديد من برنامج لكل أسرة معكم لمياء المساوي سيف الدين بلغيتي في الإخراج وككل يوم خميس ضيفنا الدكتور عماد ميزاب دكتور في الصيدلة ومختص في التداوي بالأعشاب. طيب اليوم الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه كيهم الأطفال الصغار, غادي نتكلموا على أهمية استعمال واقي شمسي للوليدات ديالنا, كيفاش أيضا نختاروا هذا الواقي اللي غادي نستعملوه للوليدات ضد أشعة الشمس, شنو هي أفضل طريقة لاستعمال الواقي وشنو هي الخطورة اللي ممكن أنها توقع للوليدات إذا ما استعملناش جودة مزيانة أو لا ما استعملنا حتى شي واقي ديال الشمس على البشرة ديال الأطفال. الصيف على الأبواب وكاين دابا بزاف دجا ديال الناس اللي راهما تبحروا عاودوا مشاو للمسابيح, فهذه مسألة اللي خصنا أننا نردوا ليها البال وما نقولوش لا راه هذاك غير وليد ولدات صغيرة ما علي شيء. فهذا هو موضوعنا, ممكن تفاعلوا معنا على 05 22 77 24 24. البوابة ديالنا على الفيسبوك هي لكل أسرة, كتبتوها بالعربية أو بالفرنسية, فأنا سعيدة نستقبل الأسئلة ديالكم. طبيعة الحال ما كنقدروش نقرأوا الأسئلة كاملة, ولكن اللي قدرنا نجاوبوا عليه راه الإفادة كتعم الجميع. نفتتحوا لقائنا بالموسيقى معكم على راديو أصوات برنامج لكل أسرة اليوم الخميس. دكتور عماد ميزاب دكتور في الصيدلة ومختص في التداوي بالأعشاب, السلام عليكم دكتور عماد. وعليكم السلام اختي لمياء, تحية طيبة لكل جميع الأخوات والإخوة اللي كينورونا وجميع الأسر المغربية. وإحنا دائما معك دكتور عماد كنتكلموا على الطبيعة كيفاش ممكن أننا نستغلوها نستفدوا منها ولكن بطريقة صحية وأمينة. هادشي علاش كل وصفاتك اللي كيجربوها الأخوات الحمد لله كتعطي نتائج إيجابية, وهذه بشهادة ديال الجميع. فإحنا كنحاولوا دائما نعطيهم هاد المعلومات بطريقة اللي هي بسيطة. وانت دائما أيضا الدكتور عماد كتشتغل في هذا المجال من خلال دورات تكوينية اللي كديروها يعني الجمعيات وتعاونيات اللي كيشتغلوا بمواد طبيعية. ومن بين يعني هاد الدورات هذه كاينه أيضا دورة في إطار برنامج مؤازرة اللي كيدار بدعم من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي, ناخذوا فكرة يعني على هاد الدورات وعلى التعاونيات كيفاش ممكن أنهم ينخرطوا باش يستفدوا من هذا الدعم لأنه مجاني كنظن. أكيد فهو هو الدعم اللي كيخص يعني جميع الجمعيات خاصة اللي كتشتغل في هذا المجال وجميع يعني التعاونيات, وشكر كبير لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في شخص السيدة الوزيرة ولالة فاطمة الزهراء عمور, وكذلك وكاين واحد خلية جميلة جدا اللي اشتغلت مع أعوام وأعوام, واحد الخلية اللي هي خلية المديرية ديال الإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لالة سلوى التجري اللي هي على الرأس ديالها. كاين واحد الفريق جميل منهم السي الهلالي منهم السي سعد بن الزوز وفريق آخر اللي دائما كانوا كيديروا واحد الانتعاش لهذا المجال ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي بزاف ديال الناس لحد الآن أنا اكتشفت راه ما وصلش بزاف ديال الناس اللي عارفين هذا المجال هذا. فلهذا الوزارة كدير هاد المبادرات وهاد البادرات باش كيحاول أن هاد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي شنو هو التضامن والأساس ديال التضامن المغربي اللي هو واحد البصمة ديالنا احنا, باش تخلي نساء باش تخلي افراد اسر انها في فئة هشة تجتمع في نطاق تعاونيات وتحاول انها يكون عندها واحد الدخل وتولي عندها واحد يعني واحد كما كنقولوا حنايا واحد المشروع اللي غيكون مدير للدخل وكذلك اللي غادي يعاونهم في بزاف ديال الامور. فاحنا الدور ديالنا الهيئة المغربية للمواد الطبيعية اللي كانت رأسها هي ان نوجهوا هاد الناس سواء العشابين او سواء الناس اللي كانوا كيشتغلوا في هذا المجال انهم يقننوا هذا المجال هذا ويجتمعوا في اطار تعاونيات. والمساله الثانيه ان حتى التعاونيات اللي في هذا النطاق هذا ديال اللي كتشتغل في الاعشاب نحاول نوجههم. حنا الرساله دائما كنوصلوها في اصوات, بديناها في اصوات ولكن كنعموها لجميع الناس انهم كيفاش يستعملوا الاعشاب بطريقه سليمه وكذلك تحضير المواد التجميليه والمواد الطبيعيه بطريقه امنه وسليمه لمغدر الصحه ديالها. جميل, وفعلا اليوم لانه كنشوفوا كاين بزاف ديال الجمعيات والتعاونيات اللي هذا هي هو الاشتغال ديالها. لانه الطبيعه في بلادنا الحمد لله غنيه جدا مجموعه ديال الاعشاب والنباتات اللي عندها فائده على الصحه ديالنا وعلى جمالنا, ولكن كتبقى لاهل الاختصاص والناس اللي قراو هذا المجال هذا كيفاش نستخلصوا هذه المواد بطريقه امنه. طيب دكتور عماد اليوم غنتكلموا على الواقي الشمسي اللي كنستعملوه على البشره للحمايه من الاشعه. في حلقه من الحلقات خصصنا
تكلمنا على الوقي اللي كيستعملوه الكبار البالغين. الاطفال اليوم حتى هما ضروري انهم يديروا الوقي ديال الشمس. هذه مساله كيفرو عليها كثير. ما عندي وراكي ام تبارك الله. وهذه مساله هذه اللي وانا كنشكرك على هذا السؤال حيت جوج ديال الحوايج ما كنردوا لهمش البال. الاهم ديالهم هو الوقي الشمس للاطفال والثاني للرجال، حيت حتى الرجال دابا كيسحبهم عندنا وقي الشمس راه هو مكياج كيديروا غير العيانات وراه اهانه في الرجوله ديالو اللي ما دارش وقي الشمس. ولكن كنقول يا اخي راه الا كان عندك مشكل في البشره ديالك مثلا لا غوزاسيك اللي هي واحد الحساسيه مفرطه الورديه، الا كان عندك الصدفيه، الا كان عندك مثلا واحد الالتهاب مفرط في البشره ديالك، راه الشمس كتزيدك من هذه الحده. خاصه كنعرفوا ان العديد من الاخوان كيخرج يعني كما كنقولوا حنايا باش ياخذ القوت اليومي ديالو ديال الاسره ديالو، واللي ما كيبانيش وخاصه في هذا الصاد وخاصه في هذه اشعه الشمس اللي كتكون ضاره. وحنا ان شاء الله غنركزوا على الاطفال لان مهم جدا نركزوا على السلامه ديال البشره ديال الاطفال ضد اشعه الشمس اللي كتكون ضاره. علاش؟ لان عندها اعراض جانبيه اللي كتكون خطيره بزاف. نعم. وهادشي غادي نشوفوه مع بعضياتنا. طيب اضرار جانبيه اللي ممكن تعطينا حتى حروقات على مستوى الجلد. بالفعل. ممكن تعطينا بعض الامراض الجلديه اللي غادي يصعب علينا اننا نعالجوها، خصوصا ملي كنتكلموا على وليدات اللي هما في المسبح وكنعرفوا المواد المنظفه اللي كتكون في المسبح. مساله مهمه هذه. الوليدات اللي في المد البحر في واحد المسبح عاليه ديال السؤال هذا وهاد الاسئله ديال الملحه. أكيد. فاحنا كنغفلوا على هاد المسائل اولا كنديروا لهم نفس الوقت الشمس ديالنا، وهذه مساله كنظن انه فيها اختلاف. اخطاء شائعه. حنا دائما كنرجعوا للطبيعه والاستعمال الطبيعه في النطاق العشوائي اللي كان يمكن ندرس الصحه ديالنا ودير وليداتنا. فاولا بعدا هذاك الكلور اللي كيكون في المسبح. فدائما نصيحتي اننا قبل ما ندخلوا للمسبح خصنا نخويو علينا الماء. اذا نحاولوا اننا كنديروا الماء على الداس ديالنا. علاش؟ باش كنوزنوا درجه الحراره اولا. هذه كنهضروا كذلك على الاطفال. ثانيا ان حتى في الجسم ديالنا الا كنا كنديروا بعض المواد الكيميائيه، شتي راه الا كان غير الوليد دير غير شي ريحه ومشى للمسبح وسبح فيه، فداك الكلور لما كيدخل في التفاعل مع داك ليتير ولا داك الفيكساتور اللي كيكون عندنا ديال الريحه كيمكن يعطينا واحد الحساسيه مفرطه. خاصه كنعرفوا ان اطفالنا والتغذيه تبارك الله اللي ولاو يعني كيوخا ان كل شيء موجود في الدار. والامه علاش هذا الشيء كنقولوا واقيلا كنقولوا من باب الدعابه، ولكن كما كنقولوا حنا هذا الشيء كنعيشوه. لان ام على اربعه اصبحت كتجي ولا كتعيط ولا كتتصل بينا ولا هنا في اصوات ولا في يعني في المكان ديال الاشتغال ديالو في اي بلاصه كتلقاها ان الابن ديالها او البنت ديالها ما كتكونش عندها واحد التغذيه سليمه وديما كتشكى ولدي ما كياكلش او بنتي ما كتاكلش. فهنا كيوقع هذا المشكل هذا، وهنا كيكون واحد التاثير كبير على الصحه ديالهم. فكما قلنا المناعه تقدر تكون فيها مشاكل، يقدر يكون عنده واحد المجال اللي تكون حساسيات. فهنا الاعراض الجانبيه كامله كيمكن تكون جراء الاستعمال ديال الماء ديال المسبح. علاش؟ فيه الكلور، فيه واحد المواد اللي كتكون كيميائيه. اذا خصنا نغسلو قبل ما نمشيو للمسبح. كنغطسو في المسبح، كنخرجوا من المسبح كنعاودوا نغسلو داك الماء اللي لصق في الداس ديالنا من المسبح، وهكا كنبقاو محافظين على السلامه ديال الاطفال ديالنا. واكيد ان اشعه الشمس خصنا نتجنبوها من 12 حتى الربعه ديال العشيه، لان هنا القضيه كتكون شويه حاره بزاف. فضروري نلبسوا ليه واحد التيشيرت ونديروا ليه الكاسكيت ونحاولوا نحميوه من اشعه الشمس، فهنا غادي يكون احسن. نمشيو للبحر، فالبحر الماء ديال البحر جميل، فما ما غاديش يكون مشكل. ولكن فين غيكون المشكل؟ الا مشينا خلينا الوليدات كيعوموا في ذوك البيرك الراكده. حنا كنظنوا ان الماء ديال البحر راه هو معقم، ولكن راه الماء ديال البحر الا مشى تركض في واحد البلاصه راه فيه شنو؟ فيه واحد البلانكتون، فيه واحد 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 كما كنقولوا حنا واحد 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 الميكروبات، او لا كنقولوا حنايا ماشي حتى ميكروبات، غادي نقولوا واحد الماتيريال بيولوجيك، يعني واحد المواد احيائيه او حيويه اللي كتكون كتعيش فيه. فلما كنهضروا على مواد حيويه كنهضروا مباشره كنهضروا على البكتيريا وكنهضروا على الميكروبات اللي حتى هما ملي كيلقاو داك المجال داك لو ميليو فافورابل كيلقاو داك المجال المناسب كيكون تكاثر ديال هاد الميكروبات، وهنا كيوليو المشاكل الصعيبه. ان في التعرض ديالو من اشعه الشمس شنو كيولي؟ كتولي يعني ديك كاين ما يسمى بلا فوتوجينيز، يعني منين كان مي كيعيش هاد البكتيريا ولا كتمشي وكتلصق في الجلد، منين كنعطيوها اشعه الشمس بحال كتقوى كتكاثر.
وهنا كنوليو في المشاكل الخطيره اللي هي داك البهك الكحل اللي ما كيحيدش وكنوليو في دوك الانواع ديال الفطريات، وفي بعض الحالات كيكون واحد الفيروسات اللي كيمكن يعطيونا التعفنات. فهذه مساله خطيره جدا للصحه ديال 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 الاطفال وخصنا نردوا ليها البال بزاف. طيب الناس اللي كيديروا الواقد الشمس الكبار كيديروه للصغار، كاين فرق ما بيناتهم في التكوين وفي التركيبه دكتور عماد؟ فانا دائما في الاستعمال ديال يعني ديال المواد كيف ما كانت اللي كتكون مخصصه، لحقاش حنا كيفاش غادي نقول الا كان مثلا واقي الشمس ديال الكبار غادي يصلح للاطفال. فلماذا هاد الشركات ولا هاد المختبرات اللي يعني اللي عالميه علاش كدير ديال الاطفال وكدير ديال الكبار؟ وكتعرف حنا كنقولوا هذا الشيء غير تجاري فوالا، هما خصهم يبيعوا جوج مرات. لا ماشي يبيعوا جوج مرات، لان انا غادي نشرح لك علاش. لان التركيبه ديال الكريمات اللي باش كيتصايب واقي الشمس ديال الاطفال ماشي هو ديال الناس الكبار. انت الا لاحظتي ان غيكون عندك في الدار غادي ديري واحد الاختلاف بيناتهم. كاين اختلاف في لا تيكستور، يعني في داك في ديك في ديك في الكريمه الملمس وفي الكريمات، كريمه يعني خفيفه بزاف ديال الوليدات الصغار يعني ما كتقالش. هذه من جهه. ثاني ملي كندهنوه كيكون سريع الامتصاص. اييه فوالا كاينه ياك. ومساله اخرى انه حتى ملي كيتدهن عند الوليدات ما كتبقاش ديك الزيته، مابقاش مزيت. فهذا هو الاساس، لان الا مشينا حتى عطينا ديك لاكوش ايبيس، شنو هي لاكوش ايبيس؟ كنخليو داك البشره ما تستافدش من اشعه الشمس النافعه. اذا احنا ولينا كنضروا وليداتنا، هو ولا كينقص لهم الفيتامين دي، احنا من بعد غندوز واحد المده غتولي عندهم هشاشه العظام. مساله اخرى سرعه الامتصاص، لان الا بقاو لنا دوك المواد محطوطه على البشره ديالنا فكيمكن تعطينا مضاعفات، وهنا كيمكن تعطينا حساسيه، وحساسيه من عده درجات. فهنا حتى هي كيخصنا نردوا ليها البال. ثالثا ان علاش ما خصوش يكون مزيت؟ باش كيخلي ذاك التنفس ديال البشره، لان الوليدات الصغار باقي البشره ديالهم كتكون، راه حنا واخا ما كنشوفوهاش ولكن البشره راه هي غاده وكتكاثر وكتكون، راه بحال كاين واحد البني صغير ما كنشوفوش اللي كيبني يا جوره ولكن بواحد الصفه اللي هي كبيره. تصور باننا كنعيقوا ذاك البناء، فمن بعد كتولي البشره كتضرر وكيوليو فيها اعراض جانبيه. فهذه كلهم امور اللي كيمكن كيخصنا ضروري نردوا ليها البال. طيب منين نبغيو نمشيو نختاروا دكتور عماد واقي ديال الشمس للاطفال الصغار، شحال خصها تكون فيه النسبه ديال الحمايه؟ كنعرفوا بانه في الواقي ديالنا حنا كتلقاه 50% 30% بالنسبه للاطفال، واش نفس درجه الحمايه ولا مختلفه؟ فبالنسبه للاطفال باش الا بغينا نديروا يعني واقي الشمس، كيخص تكون حمايه بعدا كبيره. ديك الحمايه ديال ضد اشعه الشمس كيخصها تكون يعني كتفوق ال 50. هذا من جهه. من جهه اخرى كما قلنا ان واقي الشمس للاطفال على حسب البشره ديال الاطفال. فكل طفل او طفله عنده واحد البشره معينه ديالو. اذا هنا كيخص ضروري كما قلنا باش ناخذوا واحد واقي الشمس ديال الاطفال، كيخصنا يكون 50 بلس فما فوق. هذا من جهه. من جهه اخرى اننا منين غادي نختاروا هذا واقي الشمس، كيخصنا نشوفوا النوعيه ديال البشره ديال الطفل او الطفله. لان كاين اطفال اللي البشره ديالهم كتكون حساسه جدا، فهنا كيقدر يكون مشكل. علاش؟ لان يقدر يعطيهم حساسيه. فهنا كيخص نشوفوا واش واقي الشمس ديال الاطفال كيصلح البشره، عندهم بشره يعني اللي هي عاديه، او كيخصنا نستعملوا واحد واقي الشمس اللي كيكون بشره جد حساسه. وكما قلت ضروري يكون ديال الاطفال. يعني كما قلنا ان ديك لا تيكستور ديالو كتكون خفيفه، كيكون سريع الامتصاص، ما كيكونش ثقيل، وكذلك كيكون كيعطينا واحد الراحه، يعني واحد كما كنقولوا حنايا واحد داك الطفل او ديك الطفله ما كيحسش بواحد يعني ما كيحسش بواحد لو جين، يعني واحد شي حاجه كتعيقوا انه ملي كيدير هاد واقي الشمس هذا. وهكا كنحميو راسنا. واقي الشمس اللي خصو يدار كل ساعتين. ومسألة أخرى اللي مهمة اللي ما هضرناش عليها قبيلة في المشكل ديال الشمس وديال استعمال واقي الشمس، فكاين بعض الناس مثلا ملي كتكون هذيك الحروقات، يدير مثلا الانسان خذا دوك لي كما كنقولوا حنا دوك لي كوت سولي، يعني كيكون واحد الحروق ديال الشمس وكتمشي للدار، فكاين بعض الناس اللي كيدهنوا مطيشه باش كيبردوا على الوليدات. كيديروها. هذه مسألة شائعة جدا. ومطيشة فيها لي كوبين وفيها دوك لي بيغمون روج، يعني فيهم داك المواد الملونة الحمراء. فهادو جوج ديال الحوايج إلا مشاو حتى تلاقاو مع بشرة اللي فيها واحد الحساسية وفيها حروقات كتعطينا مضاعفات خطيرة. إذا هذاك الحروقات كتولي حروقات من الدرجة الثانية وكتقدر توصل حتى للدرجة الثالثة. زائد واحد الحساسية، واحد لا رياكسيون أليرجيك، واحد التفاعل، أو واحد كما كنقولوا حنايا
واحد التفاعل ديال الحساسيه اللي كيمكن يعطينا مضاعفات خطيره جدا. وهذاك الوليد ولا ديك البنيته ديك الجلده ديالو غتولي ما باقيش باغا تبرى. فهذه مساله ردوا ليها البال. مساله اخرى كاين بعض الناس كتمشي دير خل التفاح، فخل التفاح كيزيد من الحروقات. فالانسان انا حضرت الحاله اللي كانوا داروا فيها هذه المشكله ديال الخل، داروا الخل التفاح بالنسبه للحروقات، فلقينا ان السيده داك الوليد ديالها فاش حيدات البشره ديالو حيدتها ولات خضراء من التحت. اذا نشوف درجه الحروقات كيف يعني كيفاش ولات. مساله اخرى كذلك حتى الاستعمال ديال البوماده ديال يعني اللي كتكون ديال الحروقات كيخص نستعملوها بحذر خاصه عند الاطفال. وانا افضل اننا نستعملوا هذيك البوماده اللي كيكون فيها الاكسيد دو زانك اللي كنبدلوا بها الحفاضات. فهذيك غتكون احسن من الاحسن. علاش؟ لانها كتكون خفيفه كيكون فيها التركيز ديال الاكسيد دو زانك. حنا ما كنهضروش على ماركه معينه ولكن كنهضروا على اي ماده اللي فيها هذا الاكسيد دو زانك واللي كتخاد من الصيدليه. كنسطر جوج سطور على الصيدليه، لان في اماكن اخرى وخاصه حنا كنهضروا على العلاج، حنا نستعملوا الحفاضات، ولكن ملي كتكون حروقات او ملي كتكون حاله صحيه تقرن بالصيدليه. لان هذه ما فيهاش نقاش، لان هنا كتولي الصحه كتولي كما كنقولوا حنايا حاله مرضيه. فهنا كتكون ضروري تخاد من الصيدليه. طيب هذه المساله باش ناكد على واحد النقطه، ما خصناش نديروها ونخرجوا الشمس، نديروها من بعد يعني في الليل. في الليل لانه الناس راه عرفتي راه بعض الخطرات كياخذوا معلومات وكيفهموا. بالفعل انا متفق معك وشكرا على هذا السؤال. انا علاش قلت هكاك؟ لان الوليد ولا البنيت راه كيجي في الليل، يعني ملي كيرجعوا من المسبح راه كيرجع بالحروقات. لا راه سمع الدكتور عماد نديرها له ويعوم بها كاع. لا فهو دار في الليل، واصلا في الليل ومن بعد انها تمسح. غير هي ماشي مشكل شي واخا دار في النهار، ولا الا كانت كدار ما كنهضروش على الوجه مثلا، الا دارت في الجسم وغتغطى ماشي مشكل. اما الا كانت في الوجه هي اللي غادي يكون فيها مشكل. طيب وهذا هو فين كاين الخطر. اذا الفكره او الافكار اللي عطيتينا واضحين، كنتمنى اننا نردوا البال، ما نتعاونوش بالصحه وبالبشره ديال الوليدات ديالنا، ناخذوا وقت ديال الشمس نديروا الوليدات اللي غيقيلوا نهار كامل في المسبح او نهار كامل في البحر. عندك شي اضافه بسيطه اللي ما كردولهاش البال؟ هي واحد العلامه اللي كتكون عندنا في الكريمات وفاقيه الشمس، ديك البواطه اللي دايره فيها ام 8 ام ولا 12 ام ولا 16 ام، هذيك 8 موا 16 موا 12 موا. يعني ملي كنحلوا ديك الكريمه راه كل كريمه عندها ديك لا سيكوريتي ديالها، كل كريمه عندها واحد اللصقه اللي كتبين بانها جديده. اذا جديده تساوي مدة الصلاحية اللي دايرين، ولكن راه اون فوا كتحيد ديك اللصقة كتولي مدة الصلاحية مقرونة بهذيك العلامة اللي شفنا اللي فيها 8 ام ولا 16 ام ولا 12 ام. إذا إلا كانت فيها 8 ام حنا ليكخون غنستعملوها 8 شهور. إذا إلا عندنا ديال العام اللي فات سالا صافي، خصنا نعاود نشري واحد آخر. علاش؟ لأن ما بقاتش الصلاحية ديالو، أن المكونات حتى هما ولاو مكونات اللي ضروا بالصحة ديال الوليدات ديالنا. طيب هذه المسألة نردوا لها البال. نردوا لها البال، فكرة هي واضحة جدا. طيب دكتور عماد، نفتحوا المجال لاستقبال أسئلة المستمعات والمستمعين ديالنا، وغنبدا بأول سؤال. للأمانة واحد السيدة اتصلت بيا البارح وقالت لي كتحاول تصل بك دكتور عماد. مرحبا. الآخر ما كيقبطش، هذه مسألة راه حنا واضحة، وطلبتني نعطيك السؤال ما بغيتش ننساه. بزاف عمرها 5 سنين وكيطيح ليها الشعر بزاف 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 بزاف، بغات شي وصفة للمساعدة، وأيضا بغات تسولك على زيت الأرز وطريقة الاستعمال. بكل فرح. فأول حاجة بعد البنيتة كيطيح لها الشعر بزاف 5 سنين. 5 سنين. إذا هنا خصنا نمشيو لفقر الدم، نمشيو لفيتامين دي، نمشيو للتكوينات ديالي، يعني خصها دير واحد المجموعة ديال التحاليل. فالمساعدة نقدر نعطيو وصفة للمساعدة، نعطيو واحد الزيوت اللي خفيفة، زيوت اللي ما يمكنش تعطينا أعراض جانبية. فيمكننا ناخذوا معلقة كبيرة ديال زيت لافوكا، معلقة كبيرة ديال زيت الجوجوبا، ومعلقة كبيرة ديال زيت لوز الحلوق، نخلطوهم تولي دهنهم البنيتة على الجلدة ديال الشعر ديالها وشعرها، وتخليهم ساعه ومن بعد تغسلهم. هذه عمليه، هذه الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه اللي هي عندها علاقه بزيت الارز، فكناخذوا معلقه صغيره ديال زيت الارز، كتاخذها في الصباح وفي الليل. تشوف الطريقه اللي بغات تعطيها لبنيتها ديالها، سواء ديرها لها مع الياغورت او ديرها مع السلطه مع زيت العود، او تعطيها لها تشوف هي كيفاش البنيته غادي تبغي، او مع العسل. فالمهم اهم حاجه انها تاخذ معلقه صغيره ديال زيت الارز او زيت شجره الارز في الصباح وفي الليل، وان شاء الله تعطيها نتيجه ان شاء الله. فاصل ونواصل، دائما خليكم معنا على راديو اصوات.
مرحبا بكم معنا دائما على أصوات للتواصل مع دكتور عماد مزاب وطرح الأسئلة ديالكم بشكل مباشر. مرحبا بكم 0522 77 24 24. ممكن أيضا تفعلوا معنا وتبعتوا بالأسئلة ديالكم عبر صفحة رسمية البرنامج لكل أسرة تسنيم ريتاج تسنيم كتسول دكتور عماد يعاود لنا الوصفه ديال الموز والحليب. زعما نقدر نعطيها لهم انا ماشي مشكل. تفضلي تفضلي ما تقدمش خدامك. انا انا خديت الوصفه من عندك ولكن الحمد لله هي فعلا النتيجه ديالها مغذيه للشعر كتعطي واحد تحس بانه كاين تغيير كاين واحد لمعان كاين واحد رطوبيه في الشعر ولكن خصك تداومها. بالفعل بالفعل فهي شوف الوصفات ديال الموز خاصه ان الموز هو فيه تريبتوفان غير هو السر فين كاين السر هو خصنا نخلطوا الموز مع الحليب ونغليوه فوالا هذا هو هنا فين كاين السر. فغادي ناخذوا نص موزه اللي غنحكوها القشور ديالها وكناخذوها مع كاس صغير ديال الحليب كنديروها تغلى فوق العافيه. فهنا لما كتغلى هذا الخليط هذا كيمكننا يا اما نخلطوا مع الموز نخليوه يدفى شويه نخلطوا مع معلقه كبيره ديال العسل ولا نديروا معاه معلقه كبيره ديال زيت نور الشمس ولا نديروا معاه معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. فواحده من هذه الوصفات هذه وكندهنوا بها الجلده ديال شعرنا وشعرنا كنخليوه مده ديال ساعه من بعد كنغسلوه. العمليه نديروها جوج مرات في الاسبوع ونداوموا عليها مده ديال ثلاثه اشهر فهي مده مهمه للشعر ويعني وكتعاون في التقويه ديال الشعر. يعني انا درت واحد ماشي اضافه في الصراحه غير ضعيف الكميه درت كاس ديال الحليب عادي يعني كبير اللي كنشربوه مع موزه يلاه كيقد على حسب صافي هذيك راه جوج فهمتيني نص نص هي واحد وجوج يلاه كيقد على حسب دابا انا السيده والشعر ديالها الشعر ديالها. طيب صحه الوجدان كتقول لك دكتور عماد عندي مشكل النحافه وعندي سوء الامتصاص واش كاين شي دواء لعلاج هذا المشكل؟ فبعد النحافه خص نعرفوا المشكل شنو هو حيت باش نقولوا النحافه خص واش الطبيب اللي عطاها التشخيص بان النحافه او مرض النحافه إذن هذه كتولي امور اخرى كتولي كيخص واحد الادويه معينه كيخص واحد المراقبه عن قرب يعني مراقبه علاجيه عن قرب. اما اذا كان نقص في الوزن فيمكن لها تاخذ معلقه كبيره ديال الزنجل المطحون معلقه كبيره ديال الكاوكاو المطحون معلقه كبيره ديال النفع مطحون كنخلطوهم بربعه ديال العسل الحر حتى كيتخلطوا مزيان واخا يكون ديال الليمون فهو كيكون مزيان. كناخذوا معلقه صغيره في الصباح وفي الليل وكنداوموا عليه او كداوم عليه ولا كيداوم عليه اللي باغي يزيد في الوزن مده ديال شهرين حتى لثلاثه اشهر فهو مهم جدا. هذا المشكل ديال الامتصاص او عدم الامتصاص او يعني الامتصاص ديال المواد او الاستفاده من الاستفاده من يعني من هذا من هذه المواد هذه ف كيخص او الاستفاده من المواد المغذيه اللي كتدخل لنا الجهاز الهضمي ديالنا. فهنا كيمكننا ناخذ معلقه صغيره ديال الحبق يابس ومعلقه صغيره ديال الزعتر يابس وكنزيدوا عليه كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق وكتوليو كنشربوه كل صباح على الريق وكنداوموا عليه وهكا كيعاوننا في سرعه الامتصاص وكيعطينا واحد التصفيه كامله للجهاز الهضمي ديالنا. طيب غادي ناخذوا وصال معنا من اسفي. السلام عليكم وصال. سلام اش اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله كيداير عافاك. بغيت نسول الدكتور عماد. تفضلي. باش تشرب معاك واحد الوصفه كتزيد في الوزن اللي كتصاوب بالزيت. اييه. فيها جلجلان، حلبه، والقرفه، والسوجة، ومع شقة تاع بازلين كدير حمام مريم، كتبقى خمس ايام في الظلام هي اللي كنستعملوها. فدابا داك الظلام ديالها زعما. داك الظلام خمس ايام في الظلام يعني شنو باش كطلاق ولا دابا ما كنهضرش عليك انت بعدا كنشكرك انك سولتي وبغيتي تستافدي من الوصفه واظن هذه الوصفه واقيله للدهن ياك؟ للدهن. فشوف هادشي بعدا باش كيعجبوك هاد الناس اللي كيديروا هاد الوصفات يعني اللي كيبدعوا اللي كيختاروا هاد الوصفات وكيزيدوك مثلا في الظلام ولا خص يكون القمر ولا خص يكون الشمس ولا خص مثلا خص ضروري واحد 10 ايام وجوج دقائق. فبعدا كنشكرها بزاف الاخت ديالنا على هذه الوصفات وكنشكر كاع الاخوات وكاع الاخوان اللي كيتقاسموا معنا بحال هذه الوصفات واللي كيبغيو يستافدوا كيبغيو يوصلوا المعلومه واللي ما كيبغيوش يستعملوا شي حاجه بلا ما كيستاجروا فكنشكركم بزاف. انا هضرت بهذه الطريقه علاش؟ انا نقول لك اختي علاش؟ لان بعدا احنا بعدا ولينا دخلنا واحد الماده غير طبيعيه في هذه الخلطه هذه. اذا هنا ما غتبقاش وصفه طبيعيه، اذا هنا كاين الفازلين
وبالخص باش تعرفوا شنو هي الفازلين. الفازلين هي من احد المكونات ديال التكرير ديال البترول. اذا البترول كاينين كيتستخرجوا منه واحد المكونات، يعني هذوك المواد اللي كيتستعملوا في البومبات ديال ليسونس. كاين بعض الانواع الزيوت اللي كتجي وكتستخلص وكيتم التكرير ديالها وكيعطينا هذه الماده هذه ديال لافازلين ولا اللانولين. هادو جوج ديال المواد اللي كيكونوا كيدخلوا في التركيبات. غتقول لي يا دكتور عماد كيفاش وحنا كنلقاهم في المرهمات وكنلقاهم يعني في الصيدليات؟ متفق معكم، ولكن هادو كيكونوا كيتخيطوا بواحد الطريقة صيدلانية، ولكن لواحد الاستعمال معين ولواحد المنطقة اللي كتكون معينة. لأن الفازلين ما يمكنش غادي نجيو ونهزوها نديروها في بزاف ديال الأماكن. وحاليا ولات الأنواع ديال الفازلين اللي ولاو دابا كيستخرجوا شبيهة الفازلين اللي هي طبيعية، فهنا أمور أخرى اللي كنهضروا عليها. فأختي إلا خلطتي ليا القرفة وخلطتي ليا يعني الحلبة، جوج ديال المكونات اللي كيهيجوا الدورة الدموية. إذا مباشرة وخاصة أننا الزيادة اللي كنديروا هذه الوصفة هذه الزيادة، فكنبغيوها الزيادة في بعض المناطق اللي كتكون خاصة، مثلا الأرداف، مثلا الصدر. وإذا وهذه المناطق كلها مناطق اللي حساسة جدا واللي فيها واحد كما كنقولوا حنا واحد لاكتيفيتي، واحد الحركية، واحد الحيوية هرمونية. إذا هنا إلا مشات تدهنات زيت العود زائد الحلبة زائد القرفة كتقوى الدورة الدموية تما في ديك البلاصة وكتركز وكتركز الحساسية. إذا هنا كيمكن يكون حروقات، هنا كيمكن ديك الجلدة تحرق، هنا كيمكن يكون الحمرار، هنا كيمكن يوليو عندنا بقع اللي ما تحيدش، وهنا كيكونوا مضاعفات. فبعدا كنشكرك على هذا السؤال هذا. فهاد الوصفة أختي حاولي تجنبيها لأنها غادي تضرك، وأي أخت هادي سمعت هاد الوصفة هادي تاهي تحاول تجنبها. الله يجازيكم بخير. نقيم اكيد اكيد اختي. فدائما حنا كنقولوا ما هو كيضر ولكن كنلقاو البديل. فالبديل مثلا الا بغيتي ديري واحد لاباز طبيعيه ديال الكريم غنمشيو زبده الكاريتي، مهمه مزيانه. اذا خذي خمسة مع الكبار. ما عندهاش زبده الكاريتي، واش ممكن تعوضها؟ تعوضها بزيت الكوكو. زيت الكوكو. فشوف الثمن ديال زيت الكوكو، اسمعيني اختي باش نكمل الفكره عافاك، راه الثمن ديال الفازلين هو الثمن ديال زيت الكوكو. خاصه حنا كنهضروا على الفازلين اللي كيكون يعني مزيان ذو جوده مزيانه، فهذاك الثمن هو هذاك يعني. وحنا ما غنستعملوش بزاف، غادي نستعملوا جوج معالق كبار ديال زيت الكوكو ياك راه موجوده، وغادي تزيدي عليها جوج معالق كبار ديال زيت نوار الشمس واخا تكون اللي كتستعمل في المطبخ ماشي مشكل. وغادي تزيدي عليها معلقه صغيره ديال اليزير مطحون. خلطي هاد المكونات كاملين في حمام مريم تيتخلطوا مزيان، وغادي تخلي هذاك الخليط يبرد. وداك الخليط هذاك بهذاك العشوب اللي كتكون مخلطه فيه كتهزي ديك الكريمه الطبيعيه وكتدهني بها كمساج في الاماكن اللي بغيتي تزيدي فيهم. في الليل كداومي عليها، كتخلي هذه الكريمه هذه مده ديال ساعه حتى لساعه ونصف، ومن بعد كتغسليها وكتمسحيها بشويه ديال الماء سخون. وهكا الحمد لله غادي تستعملي وصفه امنه للزياده في بعض المناطق. وما تضريش الصحه ديالك. ناخذ حنان من الشماعيه. مرحبا بك حنان. السلام عليكم. كيف اخبارك؟ لاباس دكتور عماد؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. كنت شفت مع الدكتور عماد. تفضلي. امي عندها الكيس في الكبده. وبغيت وصفه زعما طبيعيه، وانا عندي بوزلون في رجلي. اييه. الكيس في الكبده وشنو قال لها الطبيب؟ واش حيت كاينين دي كيست فيهم انواع، لان كاين واحد النوع ديال الكيس اللي كيكون سبب ديالو بعض الميكروبات. قال لها ما كيتزاد ما والو، عي صغار وكيما كان كيما باقي دابا كتاكل. قول كيست. كيست. نعم فمزيان يعني ما كيتبدلش يعني الحجم ديالو. فهذه مساله اللي كتفرح، هذه مساله مزيانه. قال لها كيما كان كيما باقي. فشوف دابا بغيتي النصيحه ياك ديال خو. فاسمعيني اختي مزيان. دابا الوالده ديالك هاد الكيس. لا تقدري الشمس نقول لك كلشي اللي بغيتي. يلا قولي، يلا بالزربه قولي كلشي وسمعيني حتى انت سمعيني مزيان صافي. يلا قولي لي اختي كلشي وديك الساعه انا نجاوبك. يلا. اختي عندها القواط. اييه. وانا عندي بوزلون في رجلي. لا عرفت بوزلون في رجلك صافي، هادشي اللي كاين. وبغيت توصل زياده في الوزن ان شاء الله. يلا خليك معايا صافي. ياك باقي الخير ياك باقي الفلوس. باقي امي دارت سميتو هو دوزات وقال لها راه ما كيتزاد لك ما والو كما هو ان شاء الله. اختي دارت تحاليل، دارت الراديو، دارت كل شيء. قال لها هي كترضع واحد الوليد. قال لها حتى تفطمي الوليد غنخرج لك الدواء ديال الكواط. اييه واخا صافي. وخليك دابا شوف دابا انت دابا صافي قطعي
وغادي نجاوبك على كل شيء ان شاء الله. يخليك في الاستماع دابا. بغيت تشوف الصحه ديال التليفون تكون ساهله، هذيك ديال النافع والحبق ما بقيتش تعقلت عليها، واش من قبل الفطور ولا من قبل الغداء ولا شحال نتبعها اليوم. صافي صافي نعاودها لك ونقول لك فوقاش الدار ان شاء الله. يلا خليك معنا حنان. فاول حاجه بعدا، اول حاجه النصيحه الاولى باش غنبداو، اي مشكل يكون في الكبد، كيست الكبد كيكون ما كيشتغلش مزيان، ولا غير الكبد كيكون كيضر، ولا غير الانسان مثلا الا كثر غير في الدسم مثلا، ولا في شي حاجه اللي كتكون فيها الدسم كتلقاه مثلا كيبدا كيرد بزاف وكيحس بواحد الضيق، يعني وكيحس بواحد يعني في الجهه ديال الكبد كيولي كيحس بواحد الزيار، او الكبد كيكون فيه واحد التشمع، او الكبد كتكون فيه الشحمه، هادو كلهم علامات ديال ان الكبد كما كنقولوا كيشتغل على قد حاله، يعني الكبد ما كيشتغلش مزيان. ممنوع منعا كليا استعمال الاعشاب كيف ما بغات تكون، ما عدا الاعشاب اللي كتكون خفيفه ومحسوبه على رؤوس الصبع. انا غادي نقولهم اذا الكبد العدو اللدود ديالو هما الاعشاب، خاصه الاعشاب الحاره لي زاميرتوم، الاعشاب الحاره بحال مثلا نقولوا المريوت، نقولوا الشيح، فهادو كلهم مواد. لان كاين بعض الناس كتظن ان لما كيكون ليباتيت مثلا او كيكون الانسان عنده هذا المرض هذا ديال الالتهاب الكبدي الفيروسي كيمشي كياخذ الشيح كمضاد للميكروبات، فهنا كيزيد يخرج عليه. عندنا علاش؟ لان الكبد تما هاد الرواسب هذه ديال النباتات كيف ما كانت ملي كتدخل كيوقع لها ما يسمى بلابيو ترانسفورماسيون، التحول البيولوجي، كتعطينا واحد الرواسب اللي كتبقى في الكبد. اذا كان الكبد عادي فكيتخلص منها، ولكن اذا كان ضعيف كتبقى مرصبه. علاش كنقول هكا؟ لان الا بقات مرصبه هذوك الخلايا ديال الكبد لا قدر الله كتحول لخلايا سرطانيه. فهنا ردوا لها البال، وكاين في بعض الحالات اللي كتوصل للتشمع الكبد. اذا السيده عندها كيست في الكبد ديالها، شنو هما النباتات الحليفه ديال الكبد؟ عندنا الخرقوم بلدي مطحون، لا كيركومين مزيانه، عندنا القوق، القوق فهو مهم جدا ديال القوق، والزريعه ديال القوق كذلك فهي من المكونات المهمه. فالخرقوم نص معلقه صغيره في كاس صغير ديال الماء مغلي نخلطوها ونشربوها كل صباح، جميله جدا. اللي عنده الامكانيه يدير معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مع كاس كبير ديال عصير البرتقال ويطحنوا ويشربوا مع الصباح في الفطور، جميل جدا للكبد والتصفيه ديال الكبد وكيعاون الكبد. عندنا القوق مثلا الى في الوقيته ملي يكون القوق كنسلقوا غير قوقه وحده ومع نص سيترو ديال الماء كتسلق مزيان، وهذاك الماء ديالها كناخذوا نص كاس صغير على الريق كل صباح وكنداوموا عليه يوميا، جميل جدا حتى هو الكبد والتصفيه ديال الكبد. عندنا حرير الكبال، فالكبال موجود دابا حتى هو من المكونات اللي جميله لي ديتوكس، يعني دو فوا يعني جميله جدا اللي كيمكننا ناخذوا منه معلقه كبيره. بحال دابا ناخذوا داك حرير الكبال طري ونقطعوه نقطعوه مزيان، ولا كما كنقطعوا المعدنوس ناخذوا معلقه كبيره نطبخوها في جوج كيسان كبار ديال الماء حتى تطبخ مزيان، نوليو ناخذوا كاس صغير من هذا الخليط في الصباح على الريق يوميا، فتا هو مهم جدا. هذا كله مزيان للكبد. اما باش نمشيو ناخذوا بعض النباتات ولا بعض الاعشاب ولا بعض الوصفات اللي كيكون فيها الاعشاب مخلطه كثيره فكتشكل خطر على الناس اللي كيكون عندهم الكبد، هذا من جهه. من جهه اخرى سمح لي دكتور، نعم هذه الوصفات ممكن نستعملهم انسان عادي طبيعي ما عندوش مشكل في الكبد كتساعدوا حتى هو؟ كتساعدوا، هادو احنا قلنا اللي عندهم الكبد كيستعملوها، فاللي ما عندوش الكبد فهذا غادي تكون احسن، وحنا دائما الشعار ديالنا الوقايه افضل من العلاج. نعم. ولكن دائما خصنا نحافظوا على الكبد ديالنا، حيت الكبد راه بزاف ديال الناس ما كيردولوش البال، وبزاف ديال الناس اكبر مصنع عندنا داخل الجسم اكيد، فهو من تما كيتفرغ كل شيء. فراه هو ثاني اهم عضو في الدات بزاف ديال الناس، عاد الريه هذا هو من بعد الريه من بعد القلب، بعد القلب قلب المضغه اللي يهضر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي كتضخ لي الهرموني لي الحياه، هو اللي كيحرك لنا الدوره الدمويه وراها الكبد، لان الا دوك المكونات دخلوا الكبد وما تكونوش ما يمكنش الانسان يتحرك. عاد كيجي الاكسجين اللي هو الريه، يعني ثلاثه الاعضاء هما الاعضاء كلهم مهمين، وعاد الكلي اللي كيخرج السموم. فهادو كاملين خصنا نحافظوا عليهم، والعدو اللدود ديال الكبد وديال الكلي راه هما الاعشاب بطريقه عشوائيه. فهذه كوني على يقين. وبزاف ديال الناس علاش كنهضر بهذه الحرقه؟ لان بزاف ديال الناس تاثروا من هذا المشكل. وفقدت بزاف ديال الاصدقاء، فقدت بزاف ديال الناس اللي كنعرف جراء الاستعمال العشوائي ديال هذه الاعشاب وديال النباتات هذه اللي كتكون خطيره، فردوا ليها البال. بصفة عجاله بالنسبه للغده الدرقيه، تكمل التغذيه ديال الاخت ديالها، كاين شي عشبه اللي كتقاد الغده الدرقيه من غير الهرمونات لانها مساله هرمونيه، فمن بعد كيتعطى دواء لا ليفوتيروكسين اللي هو دابا اللي كاين وكيتستعمل. اما بالنسبه للبوز اللون فيمكن لها تاخذ واحد الكافوره بلديه
ورقه ديال سيدنا موسى معلقه صغيره ديال الزعتر تخلطوا مع كاس صغير ديال زيت الزيتون في حمام مريم تيتخلط مزيان نخليه ليله ومن بعد تصفي داك الزيت وتولي دهن بها واحد المساج خفيف في البلايص اللي عندنا فيها او اللي عندها فيها هذا المشكل ديال البزلوم هي ولا اي واحد كيعاني من هذا المشكل. الزياده في الوزن والوصفه ديال الحبق والنافع. نعم فالحبق والنافع ساهله غناخذوا معلقه صغيره ديال الحبق يابس ونص معلقه صغيره ديال النافع نزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق ونوليو نشربوا في الصباح على الريق باش يخلي لنا الشهيه طيله اليوم. انها تبقى مفتوحه. بالفعل ان شاء الله. في نفس السياق قبل ما ناخذ السؤال ديال الاسماء معايا من فرنسا من دار البيضاء ولا من فرنسا اخت اللي كتسول دكتور عماد على واحد الوصفه ديال زياده الوزن فيها جوج معالق كبار ديال الزنجلان، جوج معالق كبار ديال الكاوكا، وجوج معالق كبار ديال النافع والقرقاع، قالت لك واش خصني نحمرهم او لا؟ فماشي مشكل. ماشي مشكل. طيب. يعني كيف ما بغات تستعملهم تستعملهم، غير هو واقيلا كاوكاو خصو شويه يتكلى، لان كاوكاو خضر شويه كيضر في المعدة. في المعدة، يعني في المصارن. في المصارن. واما بالنسبه للمكونات الاخرى، الزنجلان سواء محمر ولا ماشي محمر، شوف هي الطريقه اللي بغات تستعملهم. وكتاخذهم بياغور ديال الشوكولات. ماشي مشكل. واخا. اسماء مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. الله يبارك فيك اختي، عفوا عندي واحد جوج اسئله للدكتور عماد. تفضلي. لا لا تفضلي. السؤال الاول بالنسبه لزيك خونا هضر على الوليدات، واش يعني نمشيو للفارماسي عادي نقول له عطينا ليكرون ديال الوليدات ولا كيكون مكتوبه فيه شي حاجه باش نعرفوا مني خاص ديال الاطفال؟ ما عندي ما نسالك سؤال جميل جدا. فشوف الصيدليه هو المكان اللي يمشي للانسان يقتني فيه هذه المواد هذه، وانا كنشجعك وكنقول لك انك تمشي للصيدليه وتما راه موجود واحد الانواع وانواع. علاش كنقول هذه المساله؟ لان هنا كنوليو كنهضروا على طفل. كاين شي بالصيدليات لي باغ، ولكن هنا كنوليو نهضروا على اطفال. اذا اطفال كيخص واحد الانسان اللي يكون على درايه بالصحه ديال البشره ويكون عنده واحد العلم يعني مهم باش يعرف هاد الامور. فتمشي للصيدليه ودي معاك كاع الوليد ولا البنيته ديالك الله يخليهم لك، وهما غادي يشوفوا البشره ديالو ويعطيوك ان شاء الله واحد ليكخون اللي غادي يكون مناسب للبشره ديالو. وشكرا انك درتي بالنصيحه، وكنشجعك وكنشجع كل ام اللي كتسهر على الراحه ديال وليداتها وكتحافظ على الصحه ديالهم. شكرا بارك الله فيك اختي، مرحبا. انايا ما غنعرف اشنا هي البرديه، يعني المشكل ديالي انا وجهي حساس بزاف. ايه. ولو ما كنطالعش الاشعه ديال الشمس كنكون غير خارجه، واخا كيكون غير الدار يعني في الدار كتكون حراره كنلقى حناكي يعني حمرين. هذه لما مشيت للبحر واخا كندير لي زيكرو هذا كنرجع انا كيما طيسه وجهي. ايه. ديما انا وجهي احمر فوقيته وجهي حساس، وفوق البرد كنعاني من شوفيه يعني كيكون كيتكمش، ولكن في هذه الوقيته كنعاني من الاحمرار. كنسمع هذه القضيه ديال البرديه بغينا نفرضوا الناس اللي كيعانوا من الحميره ديال حناك مرمره ولا اللي كيكونوا فيهم دائما. انا وجهي ديما احمر. نعم سؤال مهم جدا. فاول حاجه بدا اول حاجه انك عندك حساسيه ديال الحراره ديال السخونيه، لان اي حاجه فيها السخونيه والتعرق كدير لها الحساسيه. ثاني حاجه اللي غنصحوها اللي هي مغلوطه، شوف باش نمشيو بواحد القاعده اساسيه، راه ماشي خصك تخرج وتطلع للشميشه صافي عاد تقول لي راه الشمس هي اللي غتضرب وغتقيسني، يعني خصني نخرج على برا. لا، في المكان الضوء ديال الله كما كنقولوا، ذاك الضوء اللي ما كنستعملوش فيه الضوء الكهربائي وكنستعملوا الطاقه الكهربائيه، ذاك الضوء العادي اللي كيكون طبيعي، فكاين الاشعه فوق البنفسجيه الضاره. اذا واجب علينا اننا نحميو راسنا. باقي نقولوا حنا في الدار، واخا في الدار يمكننا نديروا ذاك ليكخون مره في 4 سوايع ولا 5 سوايع، ماشي مشكل. الا خرجنا برا عاد نديروه كل ساعتين. ما دابا كما قلنا كاينين انواع ديال لي زيكخون اللي يمكن نخليهم مده طويله. هذا من جهه. من جهه اخرى التشخيص ديال الورديه، فالورديه اكيد انها يمكن لا تكون طيله السنه وتكون موسميه على حسب كل ذات وكيفاش كتكون فيها. هنا التشخيص كيخص ضروري طبيب ديال الجلد او طبيبه ديال الجلد، ولكن واحد الحيله بسيطه باش نخليو ليكخون تزيد الفعاليه ديالو. اذا قبل ما ندهنوا ليكخون نديروا معلقه كبيره ديال زيت لافوكا ومعلقه كبيره ديال زيت الجوجوبا. معلقه كبيره ديال زيت لافوكا والجوجوبا. الجوجوبا فيها لا جوجوبين من المواد اللي كتكون كتصمد الاشعه الشمس الضاره او الفوق البنفسجيه الضاره. اذا معلقه كبيره ديال زيت لافوكا، معلقه كبيره زيت الجوجوبا، نخلطوهم نديروهم كمساج على البشره والرقبه، مساج خفيف نخليوه حتى تشرب مزيان واحد الساعه، وعاد ندهنوا ليكخون فوق منها. فهكا كتكوني درتي واحد لا بروتيكسيون، درتي واحد الحاجز واقي، واحد الفلتر يعني واحد المصفات ضد اشعه الشمس فوق البنفسجيه الضاره هائله اللي كيمكن يدوم حتى لخمسه ديال الساعات. ريم كتسول دكتور عماد، بنتها في عمرها 9 سنين، واش خصها دير لها الواقي الشمس؟ نعم فواقي الشمس شوفوا كيبدا من 6 اشهر. 6 اشهر. طيب 6 اشهر. لمياء من فرنسا، مرحبا بك على اصوات لمياء.
السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي ناخذ السؤال ديالك، ما بقاش الوقت بزاف. تفضلي. شكرا على هذا البرنامج. مرحبا. اولا عندي بنتي عندها 4 سنين، شعرها خفيف، عندي زيت السانوج، واش زيت السانوج تيصلح ليها كسيروم؟ وعم بغيت زيت للوقايه من القمل. اياه مزيان مزيان. واخا شوف بدا الشانوج يعني لي كريسون نوار راه ماشي هي الحبه السوداء، ماشي هي لا نيجر، لا نيجر لا ساتيفا، دونك هذيك راه نبته اللي هي الحبه السوداء. اذا كانت ديال الحبه السوداء الحقيقيه يعني فمزيان، ولكن البنيته ديال 4 سنين ما يصلحش. علاش؟ لان كيلسع وكيكون شويه قوي. اذا 4 سنين شنو غنعطيوها؟ نحاولوا اننا نخليوها تستافد من 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 محاربه القمل، وتستافد كذلك من تطويل الشعر. فغادي نعطيوها معلقه كبيره ديال زيت الزعتر، لويل فيجيتال دوريغون، معلقه كبيره ديال زيت الخزامه، لويل فيجيتال دو لافوند، ومعلقه كبيره ديال فليو او زيت فليو، معلقه كبيره زيت فليو. دونك لويل سي لويل فيجيتال ديال لا مونت بوليو، نخلطوهم، نزيدوا عليهم معلقه كبيره ديال لاكامومي يعني البابونج، زيت البابونج، ومعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، الويل داموندوس. نخلطوا هذا الشيء كامل حتى يتخلط مزيان، ويتدهن به الجلده ديال الشعر والشعر، وكنخليوه مده ديال ساعه. من بعد كنوليو كنشطوا بديك النشطه الرقيقه باش كنحيدوا داك الصيبان والقمل، نغسلوه، يدار 3 مرات في الاسبوع، ونبقاو مداومين عليه حتى يغبر هذاك الصيبان والقمل. ومن بعد كنوليو كنديروها مره في الاسبوع، وهذه الوصفه هذه الوصفه هذه كنمشيو بها مره في الاسبوع مده ديال شهرين، وان شاء الله الامور تكون بخير. شكرا لك دكتور. هذه وصفه للقمل، هذه للقمل وتطويل الشعر يعني. فانا حاولت باش ما نخليكش ديري كل وصفه بوحدها، جمعت لك وصفه وحده. نعم. طيب شكرا لك لمياء، شكرا لكل مستمعاتنا ومستمعينا الاوفياء. تحيه لك دكتور عماد ميزاب للتواصل معك دكتور. فالصفحه الرسميه ديالي على الفيسبوك جرين فار، رقم يعني 0616 28 99 78، او على القناه ديالي على اليوتيوب دكتور عماد ميزاب. شكرا.